طيب تعالى ناخد معانا الاستاذ ناصر ترك، عضو اللجنه العليا للحج والعمره. اهلا بيك يا استاذ ناصر. استاذ ناصر، يا استاذ ناصر. ايوه اهلا اهلا اهلا. أيوة. اهلا، ازاي الصحه؟ اهلا استاذ يوسف، عامل ايه يا استاذ ناصر؟ الله يخليك. النهارده الليله الكبيره عند السيده زينب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، وانا في مكه اهو بدعي لك. الله، والنبي تقولها نصا كده، ربنا يديك على قد نيتك يا يوسف يا ابن تحية عبد الوهاب. ربنا يديك على قد نيتك ويحفظ مصر ويحفظ المصريين، وتكون احسن سنه ان شاء الله على المصريين. اللهم امين، اللهم امين. استاذ ناصر، ايه اللي بيحصل في حكايه تجاره ريال في السوق السوداء وتجاره الحج والعمره في السوق السوداء؟ دي حاجه غريبه جدا. حضرتك الكلام ده احنا كتبناه مرارا وتكرارا، ان السوشيال ميديا اصبحت ما فيهاش رقابه للمواطن البسيط اللي بيتنصب عليه دوريا على مدار سنين فاتت. لو رجعت هتلاقي ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. طب انت نظمت، الحمد لله نجحت تنظم اشياء كتيره جدا من الاعلام، بقى كل المواقع مرخصه والحمد لله بقت في انضباط. انما مواقع السوشيال ميديا دي احنا نشدنا الاجهزه الامنيه ونشدنا وزاره الاتصالات مرارا ان يا جماعه ده كلها نصب، كلها اشياء بتضر بالاقتصاد القومي، لان هو بينصب على المواطن فعلا. طبعا في كميه مواقع وكميه ناس على السوشيال ميديا دلوقتي بيطلعوا حتى السعوديه وبتصور فندق وبتصور لي الطواف وبتصور، يعني بتحس ناس بالروحانيات وهي لا تملك لا ترخيص ولا تملك حساب بنكي ولا تملك شيء. طب تطلعيهم ازاي؟ انت ما بتقدريش تعملي تاشيره اصلا، لان احنا عندنا منظومه اسمها بوابه العمره. يعني الخروج نفسه منظم. صح. دول بيخرجوهم عن طريق دول ثانيه بتاشيرات ترانزيت، بيخرجوهم بتاشيرات زياره شخصيه، يعني العمليه بقى فيها عشوائيه بحته. فاحنا كتبنا لمعالي الوزير ان احنا محتاجين لجنه برئاسه الوزاره وعضويه الاجهزه الامنيه لمراقبة كل المواقع وعمل الضبطية على تلك الأشياء التي تحدث للإضرار بالمواطن والاقتصاد. فلغاية دلوقتي احنا ما تلقيناش أي منظومة إن احنا نشتغل فيها، احنا بنبلغ الأجهزة بقالنا سنين. أنا نفسي الموبايل بتاعي فيه ملايين ببلغ، بس ما حدش عمل حاجة. طيب محدش مسك الوقائع دي. هل لازم انا اظن يتعمل اجتماع مع معالي وزير السياحه بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه، بحضور ممثل عن وزاره الاتصالات؟ يعني لازم يتعمل الاجتماع ده علشان نشوف بالظبط ايه اللي ممكن يتعمل. لازم حضرتك لجنه دايمه، لجنه دايمه لشرطه السياحه والاتصالات ومباحث الانترنت ووزاره السياحه وكل المهتمين ان يحمي المواطن. انا اضم صوتي لصوتك جدا في انه ده يجرى. اعمل اي حاجه، اضم صوتي لصوتك في ان ده يجرى. بس انا عندي سؤال بقى، هو الناس دي بتنصب ازاي في العمره بقى؟ رفعنا تقرير بالموضوع، رفعنا تقرير، يا ريت يردوا علينا، احنا مستعدين نعمل اي حاجه. احنا عملنا حمله، هبعت لحضرتك الحمله، احنا صرفنا 3 مليون جنيه حمله لتوعيه المواطن. طب هو اكثر من هو الناس دي بتنصب ازاي يا ناصر بيه؟ حضرتك هو بيغري المواطن البسيط بسعر رخيص جدا، وبعد كده ما بيجي بيقول له لا اديني الفرق، اصله الريال زاد، اصله كذا، اصله كذا. وبقت العمليه عشوائيه بحته. طب وهو هيجيب المواطن ازاي؟ يعني هيجيب له منين تاشيره؟ ما بيجيبه بالسوشيال ميديا حضرتك. لا يعني بقصد علشان المواقع السوشيال ميديا. انا فاهم، هو بيصطاد عن طريق السوشيال ميديا، لكن هيدخله ازاي لاراضي المملكه العربيه السعوديه؟ يعني هيجيب له ازاي تاشيره حضرتك للعمره؟ التاشيرات دلوقتي بقى في تذكره اسمها تذكرتك تاشيرتك، بيطلع ترانزيت 4 ايام. دي بالنسبه لك تاشيره الزياره الشخصيه دي اللي احنا بنشوف لها علاج بقى لنا سنه مش عارفين ندي قرار فيها. لان العمليه صرفت حج فوق ال 200,000 بمخالفين للتعليمات السعوديه، ودي عملت لنا ازمه طبعا. والبعثه المصريه تعلم ذلك وكتبوا تقرير. طب فين النتائج؟ طب عملتوا ايه؟ انتوا كتبتوا تقرير، طب فين الاكشن؟ فين القرار؟ فين العقوبه؟ مفيش عقوبه. طب ما خلاص بقى المحترم يقول لك طب ما نطلع مع شركه سياحه منظمه ليه؟ ما نطلع على الراجل ده. بقى الراجل ده بقى افضل من اي حاجه مرخصه. انا اطلع مع واحد لا اعرف له اول من اخر
ولا عارف له تاريخ ولا عارف له مكان اطلع معاه؟ ما ينفعش برضه. انا اطلع مع شركه معروفه ومرخصه. حضرتك العالم الافتراضي هو الاساس دلوقتي، مش العالم الحقيقي. العالم الافتراضي هو دي الاشاعه، وعاملين لي مواقع للعمله، وعاملين لي ابلكيشن للعمله. العمليه انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. لا يعني ابلكيشن العمله ده حدوته من حديد، لازم عقوبات. ما عندكش ترخيص يبقى لازم تتعاقب، القانون بيقول كده. واصحاب الصفحات دول لازم يتجابوا ثم تغلق الصفحات الى اخره. يعني انا اشكرك مره تانية يا ناصر بيه، كل الشكر. استاذ ناصر ترك، عضو اللجنه العليا للحج والعمره.